المهندس احمد شكري محمود، مركز شبكه معلومات جامعه اسيوط. يا ريت حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه عشان يصلكم منا كل جديد. سنشرح في هذا الجزء ان شاء الله كيفيه الحصول على مساعده في ويندوز 10، فايل اكسبلورر اللي هو مستكشف الملفات، انشاء مجلد، نسخ او نقل واعاده تسميه الملفات والمجلدات، حذف الملفات والمجلدات وكيفيه استعادتها من ريسايكل بن، انشاء اختصار للملف على سطح المكتب، التعرف على انواع الملفات وطرق البحث عنها، وفي نهايه الفيديو شرح مبسط ومفصل لمدير المهام التاسك مانجر. والآن سنشرح كيفية الحصول على مساعدة في ويندوز 10. عشان أحصل على مساعدة في ويندوز 10 حضراتكم، أضغط على زرار F1 من الكيبورد، سينتقل إلى موقع مايكروسوفت على الإنترنت. حضراتكم هنا في صندوق البحث أكتب الكلمة اللي أنا عايز أبحث عنها، مثلا عايز أبحث عن شات داون، أكتب كلمة شات داون في صندوق البحث ثم أضغط إنتر. هيجيب لي معلومات حضراتكم عن الكلام اللي أنا بحثت عنه، بيقول لي هنا شات داون تيرن أوف يور بي سي، بيشرح لي موضوع ازاي اعمل شت داون للكمبيوتر. بيقول لي هنا حضراتكم تيرن اوف يور بي سي ان ويندوز 10 عشان تطفي الكمبيوتر اللي شغال على ويندوز 10، سيلكت ستارت بوتون يعني اضغط على زر ستارت، وبعد كده سيلكت ذا باور بوتون اضغط على زر الباور زر الطاقه يعني، اند زين سيلكت شت داون. في طريقه اخرى حضراتكم للحصول على مساعده في ويندوز 10، ان اجي في شريط البحث الموجود على التاسك بار اكتب كلمه هيلب، اللي جاب لي هنا الابلكيشن الخاص بالهيلب اللي هو جيت هيلب اب يعني تطبيق المساعده. لما اطلع حضراتكم يفتح لي هذه النافذه، اجي في صندوق البحث حضراتكم اكتب الكلمه اللي انا عايزها، مثلا اكتب هبحث عن كلمه ريستارت. اللي جاب لي الشرح حضراتكم ازاي اعمل ريستارت للكمبيوتر، وكمان جابه لي بالصور. اتمنى ان يكون الشرح واضح ومفهوم ان شاء الله. هنبدا دلوقتي ان شاء الله شرح الويندوز اكسبلورر او الفايل اكسبلورر. انا ممكن افتحه من هنا حضراتكم، وممكن اعمل دبل كليك على زيس بي سي، هي يعني ممكن اعمل كليك يمين على زيس بي سي واقول له اوبن، نفس اللي اديني نفس الموضوع حضراتكم. في الويندوز اكسبلورر حضراتكم او الفايل اكسبلورر قلنا بيقسم الشاشه الى ايه؟ الى جزئين، جزء ايمن وجزء ايسر. الجزء الايمن حضراتكم بيكون فيه محتوى، عباره عن محتوى الحاجه اللي انا محددها في الجزء الايسر. معنى ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا دلوقتي محدد ديسكتوب في الجزء الايسر، محتواها يظهر لي في الجزء الايمن. طب محدد حضراتكم زيس بي سي، هتلاقي محتواها ظهر لي في الجزء الايمن. طب احدد السي، الكلام واضح متهيألي. الاي، طيب حضرتك انا دلوقتي عندي فين زيس بي سي دي؟ هنا زيس بي سي اهو، خلي بالك معايا في الجزئيه دي حضراتكم. تلاحظ حضرتك في جنبيها مثلث او راس سهم وليل تحتها، لو ضغطت عليها حضرتك هتلاقي المثلث شكله اختفى اهو. طيب هضغط على المثلث ده تاني هتلاقي ايه؟ اللي تحتيه ظهر. طب بص على السي حضرتك، هضغط عليها كده هتلاقي اللي تحتيه ظهر اهو، هضغط عليها تاني تحتيه اختفى. الله اكبر. ننتظر بس 5 دقايق بس حضرتك لما الاذان يخلص بس ان شاء الله ونكمل. خلاص احنا فريست دلوقتي ان شاء الله، انا هكتبها لكم على الواتس ماشي يا دكتور لو حد مش سامع. ماشي يا دكتور، شكرا، جزاك الله خير. هناخد دلوقتي ان شاء الله الامر كوبي اللي هو نسخ، والامر كت اللي هو نقل، والامر ديليت اللي هو حذف، ريستور اللي هو استعاده، اعاده تسميه الملفات والمجلدات للامر رينيم. قبل ما ناخد دول ان شاء الله هنتعلم ازاي نحدد مجموعه ملفات او مجلدات. يعني لما معايا حضراتكم كده في القرص الصلب عندي عايز احدد ملف حضراتكم او مجلد، بعمل كليك عليه كده، دي كده حددت ملف او مجلد. طب لو حبيت احدد ملف او مجلد بحيث يكونوا متباعدين، اعمل كليك على الاول كده وبعد اضغط كنترول واحدد اللي بعده، وانا مستمر ضغط على كنترول اعمل كليك على اللي بعده وهكذا. يبقى كده حددت مجموعه ملفات او مجلدات متباعده. لو عملت كليك يمين على اي واحد حضراتكم كده، الاوامر دي ستنفذ على كل الملفات او المجلدات المحدده. طب لو حبيت احددهم متجاورين حضراتكم، احدد اول واحد وكده اضغط شيفت وكده اعمل كليك على اخر واحد وانا ضغط على الشيفت، كده حدد لي الملفات والمجلدات المتجاوره بالشكل ده. وممكن برضو لو حبيت احدد ملفات متجاوره برضو ومجلدات، ممكن اعمل كليك اند دراج بالشكل ده كده اضغط واسحب. لو حبيت احدد كل الملفات والمجلدات بضغط على كنترول زائد اي من الكيبورد يحدد لي كل الملفات وكل المجلدات. هناخد دلوقتي ان شاء الله حضراتكم ازاي نقوم بانشاء مجلد. قبل ما ناخد المجلد حضراتكم عايزين نتعرف ايه الفرق بين القرص وبين المجلد وبين الملف.
لو ضغطت على زيس بي سي حضراتكم كده هتلاقي معايا القرص الصلب اللي هو سي، اللي هو مكتوب بين القوسين ده اسمه سي، هنا اسمه دي، هنا اسمه اي اف، ده القرص الصلب. لو عملت دبل كليك عليه حضراتكم كده هلاقي عندي فيه اسماء لونها اصفر بالشكل ده، دي اسمها مجلدات. هتعرف بعد شويه ازاي ننشئ مجلد. اللي تحت دول حضراتكم بتسموهم ملفات. يبقى القرص الصلب، عايزين نعرف ايه الفرق بين القرص الصلب والمجلد والملف. القرص الصلب زي ما حضراتكم شايفين كده بيحتوي على مجلدات وعلى ملفات. طيب لو فتحت اي مجلد من دول دبل كليك عليه هلاقي برضو جواه مجلدات وجواه ملفات. يبقى المجلد بيحتوي على مجلدات فرعيه وملفات. طيب حضراتكم لو حبيت افتح اي ملف هعمل عليه دبل كليك، ده عباره عن ايه؟ ملف اهو. يبقى الملف بيحتوي على معلومات. يبقى ايه الفرق بين المجلد والقرص والملف؟ القرص يحتوي على ملفات ومجلدات، المجلد بيحتوي على ملفات ومجلدات فرعيه بداخله، لكن الملف بيحتوي على ايه؟ على معلومات. هتعلم دلوقتي ان شاء الله ازاي ننشئ مجلد. هنفتح مثلا القرص الصلب مثلا اي مثلا او الدي، اي قرص زي ما تحب حضرتك. ليه بننشئ مجلدات؟ بننشئها عشان مجرد عملية تنظيمية فقط على الديسك او على الكمبيوتر. يعني بمعنى ان انا بدل ما احط ملفاتي كلها على القرص في مكان واحد، لا، ممكن اعمل مجلدات مختلفة وكل مجلد خاص بحاجة معينة. على سبيل المثال حضراتكم لو انا شغال مثلا في كليه هندسه، يبقى يفضل ان انا اعمل مجلد واسميه كليه الهندسه او اسميه انجينيرنج. طب عشان انشئ مجلد بنشئه ازاي؟ كليك يمين في اي مكان خالي واختار الامر نيو من القائمه المختصه، هتظهر لي قائمه فرعيه اختار منها فولدر. فانا هعمل مجلد اسمه انجينيرنج، اكتب كلمه انجينيرنج، نعملها مع بعض حضراتكم، بعد كده اضغط انتر. يبقى كده عملت مجلد اللي لونه اصفر ده اسمه انجينيرنج. طب انا كليه هندسه فيها اقسام، قسم كهرباء، قسم مدني، قسم عماره، قسم ميكانيكا، قسم تعدين. طب انا في كليه الهندسه المفروض لكل قسم اعمل له مجلد. ليه؟ عشان سياده العميد مثلا لو عايز ملف الطالب الموجود في كليه هندسه قسم كهرباء شعبه كمبيوتر، يبقى المفروض انا اروح للمجلد بتاعه على طول. يعني بدل ما الف في القرص كله، لا، اروح على المجلد بتاع الكمبيوتر على طول الاقي الملفات بتاعه طلبه الكمبيوتر. فاحنا هناخد دلوقتي ازاي نعمل مجلد داخل كليه الهندسه انجينيرنج. فاعمل دبل كليك عليها حضراتكم كده، وفي اي مكان خالي هنا اعمل كليك يمين واختار نيو فولدر، وبكده اكتب اسم المجلد اللي انا عايزه، مثلا قسم كهرباء الكت مثلا، وبكده اضغط انتر. يا ريت حضرتك تنفذوا معايا بس عشان ايه؟ عشان بكده ناخد نسخ الملفات، فننسخ الملفات للمجلدات اللي احنا عاملينها دلوقتي دي. طيب هعمل داخل الكت او داخل انجينيرنج مجلد تاني اسمه سيفل، يعني مدني. ممكن نكتبه بالعربي مدني عادي، مفيش مشكله يعني. طب هنكتفي بالمجلدين دول، بس هنعمل مجلد تاني داخل الكت نسميه كمبيوتر. كليك يمين جواه كده نيو فولدر واسميه كمبيوتر. يبقى عشان اعمل مجلد كليك يمين في اي مكان خالي واختار الامر نيو، وبعد كده اختار فولدر. يبقى انا عملت مجلد حضراتكم كمبيوتر، المجلد ده داخل مجلد اسمه الكت، وإلكت داخل مجلد اسمه انجينيرنج، وانجينيرنج موجود على القرص الصلب اللي اسمه دي. هنتعرف دلوقتي حضراتكم على حاجة اسمها ايه؟ الباص او المسار. يعني معايا مسار حضراتكم بالشكل ده مكتوب دي نقطتين فوق بعض باك سلاش انجينيرنج إلكت كمبيوتر، ده اسمه حضراتكم مسار او باص او دايركتري بمعنى مسار برضه. افهم ايه من الجملة المكتوبة دي حضراتكم؟ انه دي معناها ده القرص الصلب دي. كلمة انجينيرنج دي بين اتنين سلاش كده بالشكل ده، يبقى معناها ده مجلد موجود على القرص الصلب دي. الكت معناها مجلد موجود جوه انجينيرنج، كمبيوتر ده مجلد موجود جوه الكت. هناخد دلوقتي ان شاء الله حضراتكم ازاي ننسخ ملف او مجلد او نقل الملفات والمجلدات، تمام؟ قبل ما ناخد دول حضراتكم هناخد ازاي نعمل اعادة تسمية للملف او المجلد. لو معايا مجلد اسمه كمبيوتر مثلا عاوز اغير اسمه، بعمل كليك يمين عليه حضراتكم كده واختار الامر رينيم، رينيم مثلا اسميه باور مثلا، وبكده اضغط انتر. انا هاخد دلوقتي ان شاء الله الامر كوبي وكت وبيست، ازاي انسخ ملف، ازاي اقص ملف، ازاي الزق ملف. الامر كوبي يستخدم في نسخ الملفات او المجلدات، الامر كوبي نسخ الملفات او المجلدات. الامر كت يستخدم في قص الملفات او المجلدات. الامر بيست يستخدم في لصق الملفات او المجلدات التي تم نسخها او قصها. معايا الملف اللي هو ده حضراتكم،
قال لي عايز انسخه اوديه للمسار ده اللي هي دي على انجينيرنج على الكت على كمبيوتر. يعني قصدي يا حضرتك عاوز انسخ الملف اللي هو اسمه احمد 26/7/6 بي تي اللي هو ده، عاوز انسخه فين؟ يوديه للمسار اللي هو ده حضرتكم. يعني عاوز يوديه للمجلد اللي اسمه كمبيوتر الموجود في الكت الموجود في انجينيرنج المفروض موجود على ايه؟ على الدي. اعملها ازاي ده حضرتكم؟ اجي على الملف ده واعمل كليك يمين وكده اختار الامر كوبي، يبقى كده انا نسخت هذا الملف. وبكده المجلد موجود عندي فين؟ موجود عندي على الدي انجينيرنج الكت كمبيوتر. يبقى لازم انتقل الى هذا المسار. انتقل ليه ازاي؟ ان انا اجيب الدي هنا افتح الدي وبكده انجينيرنج بكده الكت، معلش المجلد غيرنا اسمه سميناه باور اللي هو ده، واجي اعمل كليك يمين هنا واختار بيست، معلش هنغير اسم المسار عشان غيرنا مجلد كمبيوتر وسميناه باور. يبقى انا نسخت الملف حضراتكم للمسار ده. طيب انا عاوز انسخه حضراتكم وديه للديسك توب، عاوز انسخ الملف ده حضراتكم او المجلد ده الامتحان التحول الرقمي، عاوز انسخ اعمل لها كوبي وعايز انقلها اوديها للديسك توب اخد نسخه منها للديسك توب. اجي على الديسك توب حضراتكم هنا واعمل كليك يمين واختار الامر بيست. يبقى كده بنسخ لايه بقى؟ المجلد اللي اسمه ايه؟ امتحانات التحول الرقمي. عشان الملف كبير شويه حضراتكم انا اصلا بنسخ كذا حاجه هنا، خلي بالكم يعني بنسخ اربع حاجات في نفس الوقت، يعني كان الفلاشه شغاله من فتره بتنسخ الحاجات دي يعني. يبقى طلعت حضراتكم امتحانات التحول الرقمي هي جات على ايه؟ الديسك توب. هناخد الامر كات دلوقتي حضراتكم، لو حبيت اقص الملف ده اعمل كليك يمين عليه كده واختار الامر كات، عاوز انقله مثلا على الديسك توب، اجي على الديسك توب كده واعمل كليك يمين واعمل بيست، يبقى الملف ده اتنقل من المكان اللي انا كنت فيه الى الديسك توب. طب افرض حضراتكم عايز انسخ مجموعة ملفات او مجلدات متباعدة، اعمل ايه حضراتكم؟ احدد الملف الاول بكده اضغط كنترول بكده احدد الملف الثاني او المجلد الثاني، وانا ضغط على كنترول واجي محدد الملف اللي بعده، يبقى انا حددت على كده مجموعة ملفات ايه؟ متباعدة. طب عايز انسخ الملفات دي واوديها للمجلد اللي اسمه باور اللي احنا عملناه من شوية، يبقى اعمل كليك يمين عليه كده واختار كوبي. الامر كوبي ده هيتطبق على كل الملفات والمجلدات المحدده. وبكده اروح للمجلد اللي اسمه باور، عارفين موجود على الدي انجينيرنج الكت باور، واجي هنا اعمل كليك يمين واختار الامر بيست. يبقى كده ايه؟ نسخت الملفات او المجلدات اللي انا عايزها. يبقى الامر كوبي يستخدم في نسخ الملف او المجلد المحدد، الامر كات يستخدم في قص الملف او المجلد المحدد. انا ممكن استخدمهم برضو من هنا حضراتكم، يعني الملف ده لو حبيت انسخه ممكن احدده بدل ما اعمل كليك يمين كده واختار كوبي، ممكن من هنا حضراتكم من التبويب اللي اسمه هوم، في عندي كذا تبويب هنا، قائمه فايل وفي شير وفي فيو، من التبويب اللي اسمه هوم ده اضغط على الامر كوبي. خلي بالك كوبي بين قوسين مكتوب كنترول زائد سي، يعني ممكن برضه اضغط كنترول زائد سي من الكيبورد، ماشي؟ طب عايز اضع الزجه جوه المجلد اللي اسمه بيكتشر، يبقى افتح المجلد اللي اسمه بيكتشر كده واجي هنا اضغط على بيست، هتلاقي الملف ايه؟ اتنسخ اهو. الامر بيست عباره عن كنترول زائد في، الامر كات عباره عن كنترول زائد اكس. يا ريت دول نحفظهم عشان بيجي سؤال في الامتحان، يقول لك عشان انسخ ملف او مجلد اضغط على كنترول زائد سي، صح ولا غلط؟ صح. البيست كنترول زائد في، كات كنترول زائد اكس. يبقى خدنا حضراتكم انشاء مجلد، تحديد مجموعة ملفات ومجلدات، اعادة تسمية الملف والمجلد، نسخ المجلدات والملفات، نقل. نسخ يعني كوبي، نقل يعني ايه كات. هناخد دلوقتي حذف الملفات والمجلدات وبعد كده استعادة الملفات او المجلدات. لو حبيت انسخ احذف اي ملف حضراتكم اللي هو احمد 26/7 ده، اعمل كليك يمين عليه كده واختار الامر ديليت. احذف الملف الثاني ده كليك يمين واختار الامر زائد ديليت. ديليت يحتوي يستخدم في حذف الملف او المجلد، او ممكن اظلله حضراتكم كده واضغط زرار ديليت من الكيبورد بالشكل ده. طب الملفات دي لو حبيت استرجعها هتلاقيها راحت حضراتكم فين؟ في الريسايكل بن، في سلة المحذوفات. أنا عندي حضراتكم سلة المحذوفات هي ريسايكل بن، هتلاقي الملفات راحت جواها أهم بالشكل ده حضراتكم. طب أنا عايز أحذف الملف ده مثلا،
اعمل كليك يمين عليه كده واختار الامر ديليت، هتلاقيه انتقل الى مين؟ دي النافذه دي بتاعت الريسايكل بن، انتقل للريسايكل بن. طب عايز احذف الملف ده، كليك يمين ديليت. عايز امسح كذا ملف، ممكن اظل الملفات دي حضراتكم كده، وبكده اعمل كليك يمين، هتنفذ الامر على كل الملفات المظلله دي ديليت. عايز احذف المجرد اسمه انجينيرنج ده، كليك يمين واختار ديليت. طب انا عايز استرجع اي ملف حضراتكم، هناخد استرجاع الملفات. في معلومه مهمه حضراتكم، ان الريسايكل بين اللي هي سله المحذوفات دي عباره عن مخزن مؤقت للملفات التي تم حذفها من على القرص الصلب. دي مهمه جدا، يعني لو ملف حذفته من على الفلاشه مش هيروح للريسايكل بين، هيتحذف حذف نهائي، لكن لو انا حذفت من على القرص الصلب هينتقل للريسايكل بين. طبعا دلوقتي في الريسايكل بين حضراتكم عايز استرجع ملف زي ده، هعمل كليك يمين عليه كده واختار الامر ريستور، هتلاقيه رجع في المكان اللي اتحذف منه. هكليك يمين ريستور. طب ممكن احدد كذا واحد مع بعض اهو، احددهم كلهم، اكليك يمين واختار الامر ايه ريستور. كده استرجعت الملفات اللي انا عايزها، لكن لو حذفت من ريسايكل بين حضراتكم هتحذف حذف نهائي، يعني احذف ملف كليك يمين واقول له ديليت. لو جيت هنا عملت له ديليت من ريسايكل بين يبقى كده اتحذف حذف نهائي، عشان كده قال لي ايه، ار يو شور يو وونت بيرمننتلي ديليت ذيس فايل، عايز احذف حذف نهائي ولا لا، اقول له يس yes. يبقى كده مش هقدر استرجعه. لو حبيت افرغ ريسايكل بين حضراتكم من هنا اضغط امبتي ريسايكل بين واقول له كده ايه يس yes. تاني عايز احذف ملف، كليك يمين ديليت، على جي راح للريسايكل ايه بن. عايز استرجعه كليك يمين واقول له ريستور من داخل ريسايكل بن، يبقى كده رجع مكانه. انا الريسايكل بن حضراتكم لو من بره كده عملت كليك يمين عليها كده، ممكن اقول له امبتي ريسايكل بن، يعني تفريغ ريسايكل بن، يبقى كده اضغط يس، يبقى كده انا فضيت الريسايكل بن. يبقى الريسايكل بن حضراتكم مخزن مؤقت للملفات التي تم حذفها من القرص الصلب. في مشكله حضراتكم؟ الو، في الجزء اللي خدناه لحد الان تحديد مجموعه ملفات مجلد انشاء مجلد، اعاده تسميه الملف، نسخ الملفات، نقل الملفات، حذف الملفات، استعاده الملفات والمجلدات المحذوفه، تفريغ سله المحذوفات، هل دول فيهم مشكله حضراتكم؟ دكتور هذه يعني حدها سهله دكتور، يعني ما لها داعي شرح. ماشي، اصل هو مقرر بناخده حضرتك، لو سهله نعديها مفيش مشكله، يعني لو حاجه انتم مفهومه بالنسبه لكم ان نمر عليها بسرعه يعني، فانا عارفكم كلكم عارفين الكلام ده، ازاي امسح ملف، ازاي احذف ملف، بس دي حاجه في المقرر بس لازم نقولها، يعني لو فاهمينها نعديها بسرعه ما ناخدش وقت كتير يعني فيها. هناخد دلوقتي ان شاء الله ازاي نعمل اختصار اللي هو شورت كات. لو انا دلوقتي عايز افتح ملف حضراتكم بعمل ايه؟ بفتح زي اس بي سي كده، وبكده اروح على ايه؟ على القرص اللي انا عايزه، تمام؟ وادور على الملف اللي انا عايزه واجي كده ايه فاتحه، تمام؟ طب افترض حضرتك ان انا عايز اعمل اختصار للملف ده، الاختصار ده احطه على الديسك توب، اضعه على الديسك توب، يعني بدل ما انا ان انا افتح زي اس بي سي وادور على الملف، لا اعمل اختصار على سطح المكتب. الملف ده اسمه اهمد 2، اعمل كليك يمين عليه كده واقول له سند تو، اقول له ديسك توب كرييت شورت كات، ديسك توب كرييت شورت كات. الاقي الملف ده حضراتكم اتعمل له اختصار فين؟ على سطح المكتب اهو اللي هو ده. تلاحظوا الاختصار حضراتكم عباره عن ايه؟ عباره عن ايقونه كده وعليها سهم، دي معناها شورت كات. ايه هو الشورت كات حضراتكم؟ عباره عن اختصار بيكون جواه عنوان هذا الملف. لو انا احب افتحه جاست اعمل كليك، دبل كليك على الاختصار ده كده، الاقيه كده فتح لي الملف حضراتكم. طب ايه اللي يحصل لو انا حذفت الملف الاصلي؟ هل الاختصار هيتحذف؟ لا، الاختصار هيستمر موجود بس مش هيشتغل. طب ايه اللي يحصل لو انا حذفت الاختصار؟ هل الملف الاصلي هيتحذف؟ لا. سنشرح الان كيفيه انشاء اختصار للوحه التحكم على سطح المكتب عشان اوصل لها بسرعه. انا عايز اعمل شورت كات هنا للوحه التحكم على سطح المكتب. من قيمه ستارت هنوصل الى ويندوز سيستم، واجي الكنترول بانل حضراتكم اسحبها والقيها على مين؟ على الديسكتوب. اعمل كليك اند دراج بالشكل ده، واجي هنا القيها على فين؟ على الديسكتوب، على سطح المكتب. كده عملت لها اختصار على سطح المكتب. عشان اشغلها حضراتكم اعمل دبل كليك على الاختصار ده.
اولا سنشرح كيفيه التعرف على نوع الملف. حضراتكم عارفين ان ويندوز 10 بيمثل الملفات برموز او ايقونات، ويعطي للملف اسم. بيتكون هذا الاسم من جزئين، الاسم زائد الامتداد، ويفصل بين الاسم والامتداد حضراتكم نقطه. يعني مثلا الملف ده اسمه احمد نقطه جي بي جي، يبقى اسم الملف احمد والامتداد بتاعه ايه؟ جي بي جي. الملف ده اسمه سيلز دوت اكس ال اس، يبقى اسم الملف سيلز والامتداد بتاعه اكس ال اس اكس. الملف ده دوره المقدمه دوت بي بي تي اكس. وحضراتكم عندما ننظر الى ايقونه الملف او امتداده يمكنك التعرف على ايه نوعه. يعني على سبيل المثال الملف اللي اسمه فكري دوت جي بي جي ده ملف صوره، والملف حسام دوت جي بي جي برضه ده ملف ايه؟ صوره. ممكن نغير عرض الايقونات الى لارج ايكونز عشان تظهر افضل. يعني الملف اللي امتداده جي بي جي يعتبر ده ملفات ايه؟ صور. الملف اللي امتداده اكس ال اس اكس ده ملف اكسل. الملف اللي اسمه بي بي تي اكس ده ملف باوربوينت. الملف اللي امتداده دوكس ده ملف ايه؟ وورد. الملف اللي امتداده ام بي 3 يبقى ده ملف صوت. الملف اللي امتداده ام بي 4 ده يعتبر ملف فيديو. الملف اللي امتداده رار او امتداده زد اي بي ده ملفات ايه؟ مضغوطه. الملف اللي امتداده بي دي اف ده ملف حضراتكم ادوب تريدر. وطبعا حضراتكم كلنا عارفين ان اسم الملف يجب ان لا يزيد عن 255 حرف، والمفروض ان يعبر اسم الملف او المجلد عن محتواه لكي يمكن الرجوع اليه او البحث عنه في المستقبل. زي مثلا حضراتكم الملف ده اسمه الجزء الاول صيانه وامتداده ايه؟ بي دي اف. الملف ده اسمه سي في احمد فكري، يبقى الملف ده فيه السيره الذاتيه الخاصه باحمد ايه؟ فكري. الملف ده سيلز معناه ايه؟ المبيعات، يبقى المفروض يدل على ايه؟ المبيعات. يوسف الواقعه ده ملف عباره عن صوره يوسف وصوره الواقعه، يبقى اسم الملف حضراتكم المفروض يدل على ايه؟ على محتواه عشان ممكن نرجع له في المستقبل. لو كان ملف زي ده امتداده دي ال ال، ده الملف ده حضراتكم يعتبر ملف نظام تشغيل. وطبعا حضراتكم عارفين ان عند النقل المزدوج فوق الملف سيقوم نظام التشغيل تلقائيا بتشغيل تطبيق البرنامج الصحيح وفتح الملف في هذا التطبيق. يعني مثلا حضراتكم الملف ده بي دي اف، يبقى هيشغل برنامج الادوب تي ريدر، هيفتح لي ايه؟ الملف بي. كتاب الصيانة هو خاص بيه بمعهد الأليسون. ده برضو سي في أحمد فكري، لو فتحته الملف اسمه بيدل على ايه؟ محتواه في السيرة الذاتية. طب الملف اللي هو ام بي 4 حضراتكم ده عبارة عن ملف فيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. يعني ايه فيديو حضراتكم؟ يعني الملف ده عبارة عن ملف صوت وصورة. والآن سنشرح كيفية البحث عن الملفات في ويندوز 10. طب عشان أبحث عن الملفات حضراتكم هفتح مستكشف الملفات والمجلدات اللي هو الفايل اكسبلورر. افتحه ازاي؟ هتلاحظوا في ايقونه على التاسك بار خدناها قبل كده حضراتكم، دي اسمها ايه؟ فايل اكسبلورر. اعمل كليك عليها كده هيفتح لي الفايل اكسبلورر او نافذه مستكشف الملفات. ممكن في طريقه ثانيه حضراتكم ان انا اضغط على زرار الويندوز على الكيبورد زائد حرف الاي الاقيه فتح لي برضه الفايل اكسبلورر. من هذه النافذه طب انا عايز ابحث عن كل الملفات في جهاز الكمبيوتر، يبقى احدد في جزء اللي هو اسمه ايه ده؟ اسمه النافيجيشن بين او جزء التنقل، هضغط على زيس بي سي. الاقي حضراتكم في الجزء الايمن ظهر لي محتوى الزيس بي سي. طبعا مستكشف الملفات خدناه بالتفصيل في فيديو سابق. يعني حضراتكم لو حبيت ابحث عن جميع ملفات الوورد في جهاز الكمبيوتر اجي هنا في صندوق البحث سيرش زيس بي سي، اعمل كليكه واكتب نجمه دوت دوكس دي او سي اكس. كده هيبحث لي على كل ملفات الوورد الموجودة على جهاز الكمبيوتر. ممكن اتعرف على نوع الملف بالايقونة الخاصة بيه، يعني الايقونة دي خاصة ببرنامج الوورد. او لو حبيت ابحث عن جميع ملفات الاكسل هكتب ستار دوت اكس ال اس اكس، هيبحث لي على كل ملفات الاكسل. لو حبيت ابحث على كل ملفات الباوربوينت اكتب ستار دوت بي بي تي اكس، هجيب لي كل ملفات الباوربوينت الموجوده على الكمبيوتر. لو حبيت ابحث عن جميع ملفات الصوت، طبعا عارفين ملفات الصوت اللي هي امتدادها ام بي 3، ام بي 3 جاب لي كل ملفات الصوت الموجوده على ايه؟ على الكمبيوتر. لو حبيت ابحث عن ملفات الفيديو
اكتب ستار دوت ام بي 4. لو حبيت ابحث عن ملفات الصور حضراتكم اكتب ستار دوت جي بي جي. لو حبيت ابحث عن ملفات النظام حضراتكم هيبقى امتدادها دي ال ال. لو حبيت ابحث عن الملفات المضغوطه بتنسيق زد اي بي اكتب امتداد ستار او نجمه دوت زد اي بي. تلاحظ الملفات الجمال كلها امتدادها زد اي بي. لو حبيت ابحث عن الملفات المضغوطه بتنسيق رار اقول ستار دوت ار اي ار. دي ملفات مضغوطه بامتداد ايه؟ ببرنامج الوين رار. طبعا موضوع ضغط الملفات خدناه في فيديو سابق حضراتكم. طب ده حضراتكم يبحث لي على كل الملفات ان انا عارف امتدادها بس لكن مش عارف اسمها. طب انا عايز ملف باسم معين، يعني هكتب مثلا احمد دوت دي او سي اكس، يعني ملفات ايه؟ وورد. جاب لي الملفات حضراتكم اللي فيها كلمة احمد وامتداده ايه. طب افرض عايز اجيب الملفات اللي فيها احمد واي امتداد، يبقى ايه؟ دوت نجمة. النجمة دي حضراتكم بتنوب عن ايه؟ حرف او مجموعة حروف. اجاب لي كل المجلدات وكل الملفات اللي فيها اسم ايه؟ احمد، سواء كان وورد او باوربوينت او بي دي اف او فيديو او اي نوع. تلاحظوا ان النجمة حضراتكم بتنوب عن حرف او مجموعة ايه؟ حروف. خلي بالكم دلوقتي انا ببحث في زيس بي سي، يعني في الكمبيوتر كله. لو حبيت ابحث في بارتيشن واحده، يعني عاوز ابحث في الدي مثلا، هفتح البارتيشن اللي اسمها دي كده واجي هنا في صندوق البحث عايز ابحث عن الملفات بتاعه السي في، اكتب مثلا ايه؟ سي في. هجيب لي اسماء الملفات كلها اللي تبدا بالسي في. سي في احمد ده ملف وورد، ده ملف ايه؟ بي دي اف. طبعا حضراتكم في طرق اخرى للبحث في الويندوز، ان انا عندي هنا في على التاسك بار في صندوق بتاع البحث هنا طيب هير تو سيرش. لو عملت كليك هنا حضراتكم عاوز ابحث مثلا عن الكالكوليتر مثلا، اكتب كالك، جاب لي هنا برنامج ايه؟ الكالكوليتر. طب عايز ابحث عن احمد اجي هنا في السيرش اكتب احمد، جاب لي كل الملفات الخاصة باسمها ايه؟ احمد. شرحنا حضراتكم في هذا الفيديو كيفية التعرف على نوع الملف وكيفية البحث عن الملفات. اتمنى ان يكون الشرح واضح ومفهوم. سنشرح في هذا الفيديو إن شاء الله مدير المهام أو التاسك مانجر في ويندوز 10. أولاً سنتعرف على كيفية الوصول إلى مدير المهام. عشان أشغل مدير المهام حضراتكم أسهل طريقة إن أنا أضغط كليك يمين على شريط المهام أو التاسك بار، هتظهر القيمة المختصرة أختار منها تاسك مانجر، هتظهر لي النافذة الخاصة بمدير المهام اللي هو التاسك مانجر. تلاحظوا هنا حضراتكم ظاهر لي البرامج الشغالة زي الأدوب تريدر، كامتسا ستوديو، الفايرفوكس، مايكروسوفت إيدج، دي البرامج الشغالة حضراتكم. تلاحظوا حضراتكم هنا في زرار اسمه مور ديتيلز، يعني تفاصيل أكثر. لو ضغطت عليه كده هيجيب لي تفاصيل أكثر. هذا الزر تحول إلى فيور ديتيلز، يعني تفاصيل أقل. لو ضغطت عليه هيجيب لي تفاصيل أقل. توجد طريقة أخرى حضراتكم إن أعمل كليك يمين على قائمة ستار، هتظهر قائمة مختصرة أختار منها التاسك مانجر، هتعطي حضراتكم نفس النافذة. هنشرح طريقة أخرى حضراتكم ودي من لوحة المفاتيح، إن أنا أضغط من لوحة المفاتيح على كنترول زائد شيفت زائد اسكيب، هتشغل لي حضراتكم برضو التاسك مانجر. طريقة أخرى لتشغيل التاسك مانجر إن أنا حضراتكم من لوحة المفاتيح اضغط على كنترول زائد الت زائد ديليت، تظهر شاشه امان ويندوز اللي ظاهره قدام حضراتكم، منها اختار تاسك مانجر، هشغل لي برنامج التاسك مانجر حضراتكم ويجيب لي البرامج المفتوحه اللي هنا برنامج الاكسل والوورد والمايكروسوفت ايدج. سنشرح الان حضراتكم وظائف مدير المهام التاسك مانجر. طبعا هنشغل التاسك مانجر حضراتكم باي طريقه من الطرق التي شرحناها سابقا. في طريقه نسينا نشرح حضراتكم ان في صندوق البحث اكتب تاسك مانجر. ان في صندوق البحث ده حضراتكم اكتب تاسك مانجر، الاقي ظهر لي في نتائج البحث التاسك مانجر، اعمل كليك عليه هتظهر لي هذه النافذه الخاصه بالتاسك مانجر.
طبعا التاسك مانجر حضراتكم النافذه بتاعته بتتكون من التوابيت الاتيه: التوابيت اللي اسمه بروسيس اللي هو ده العمليات، التوابيت الثاني اسمه البرفورمانس او الاداء، التوابيت الثالث اب هيستوري اللي هي محفوظات التطبيقات، اب يعني ابلكيشن كده، ستارت اب اللي هي التوابيت بدء التشغيل، يوزرز المستخدمين، ديتيلز التفاصيل، سيرفيسز اللي هي الخدمات. هنوضح ان شاء الله حضراتكم التبيب الاول اسمه بروسيس او العمليات، ده بيه حضراتكم كل العمليات اللي شغاله حاليا وكل التطبيقات المفتوحه. يعني حضراتكم هنا انا مشغل الادوب تريدر ومشغل الكانتيسيا ستوديو ومشغل الفايرفوكس والمايكروسوفت ايدج والمايكروسوفت اكسل والمايكروسوفت باوربوينت، يبقى دي كل التطبيقات حضراتكم شغاله ايه حاليا. هتلاحظ حضراتكم ان كل تطبيق جنبيه سهم، يعني بيوضح انه في عمليات داخليه بداخله. يعني لو ضغطنا على السهم ده حضراتكم هلاقي هنا فاتح كذا نافذه لمايكروسوفت ايدج، طب الفايرفوكس برضه نفس النظام حضراتكم، يعني لو جيت فتحت هنا المايكروسوفت ايدج حضراتكم هلاقي فاتح كذا ايه تبويب فيه. طبعا حضراتكم في برامج شغاله في الخلفيه باك جراوند بروسيس، دي شغاله ايه في الخلفيه في نظام التشغيل اسمها باك جراوند بروسيس. وموضح لحضراتكم كل تطبيق بيستهلك كام من السي بي يو وكام من الميموري وكام من الديسك وكام من النتورك. مثلا الكامتيسا ريكوردر مستهلك النسبه دي حضراتكم من السي بي يو، مستهلك النسبه دي من الرام الميموري، والنسبه دي من الديسك. لو حبيت ارتب التطبيقات دول تصاعدي اضغط على النيم ارتبهم لمره تصاعدي، ولو ضغطت على الثاني ارتبهم ليه تنازلي. برضو السي بي يو حضراتكم لو ضغطت على كلمة سي بي يو دي كده هيرتبهم لي تصاعدي او تنازلي، يعني يجيب لي اكتر برنامج مستهلك من السي بي يو او اقل لي برنامج، ممكن ارتبهم تصاعدي او ممكن ارتبهم تنازلي. لو ضغطت على ميموري برضه هيجيب لي اكبر برنامج او تطبيق بيستهلك من الذاكرة، لو ضغطت عليه تاني هيرتبهم ايه ترتيب عكس تصاعدي او تنازلي. وبالمثل في الديسك والنتورك، يعني بيديني هنا نسبة استخدام المعالج السي بي يو ونسبة استخدام الرام ونسبة استخدام القرص الصلب اللي هو الهارد ديسك ونسبة استخدام الشبكة ونسبة استخدام كارت الشاشة. التوبيب بيرفورمانس أو الأداء ده بيه حضراتكم كل كبيرة وصغيرة تخص موارد الكمبيوتر، وبيه مخططات بيانية لنسبة استخدام المعالج السي بي يو ونسبة استخدام الرام. يعني هنا لو حددت السي بي يو حضراتكم هنا مديني نوع السي بي يو اللي هو المعالج انتل كور اي 5، ودي السرعة بتاعته 2.9 جيجا هرتز. وكمان جيب لي المعالج حضراتكم هنا كام كور كام نواه، عندي هنا 6 نواه، وهنا جيب لي التايم اللي اشتغله، يعني جيب لي بيانات كامله عن ايه عن السي بي يو. لو ضغطت على الميموري حضراتكم اجيب مديني هنا رسم بياني خاص بالميموري، جيب هنا الميموري على الكمبيوتر 4 جيجا بايت، ميموري يوزج مستهلك منها 3.9 جيجا بايت، ومديني هنا السبيد للسرعه، يعني جيب لي بيانات كامله على مين على الذاكره. هنا برضه حضراتكم مديني بيانات او معلومات كامله على الهارد ديسك، سواء كان القرص الصلب ده اس اس دي او اتش دي دي. يعني القرص اللي عندي اللي هو اس اس دي، دي البيانات بتاعته حضراتكم، جيب لي الحجم بتاعه كام جيجا بايت، والهارد اللي هو اتش دي دي برضه جيب لي الحجم بتاعه وبيانات عنه. الايثرنت ده بيجيب لي حضراتكم بيانات عن الشبكه، يعني في عندي هنا السند والريسيف. ده الجي بي يو حضراتكم ده هو كارت الشاشه، بيجيب لي بيانات عن كارت الشاشه، جيب لي نوعه هنا انتل جرافيكس 630 ده النوع بتاعه، وجيب لي معلومات هنا عن كارت الشاشه. التبويب اللي بعد كده حضراتكم اب هيستوري لو محفوظات التطبيق، ابس اختصار ابلكيشنز، ده فيه حضراتكم التطبيقات المستخدمه في النظام، التطبيقات اللي شغاله حاليا. التبويب اللي بعد كده حضراتكم اللي هو الستارت اب اللي هو بدايه التشغيل، دي بيه برامج حضراتكم بدايه التشغيل، يعني في كل مره بشغل الكمبيوتر او بشغل الويندوز الاقي البرامج دي تشتغل تلقائيا. طبعا هذه البرامج بتكون عبء على الكمبيوتر وبتبطئ الجهاز. تلاحظ حضراتكم في برامج هنا مكتوب قدامها انيبلد وبرامج مكتوب قدامها ديسيبل، كل برنامج امامه انيبلد زي برنامج المايكروسوفت تيمز ده بيشتغل في كل مره بشغل فيها ايه الكمبيوتر. طب البرنامج اللي انا مش محتاجه يشتغل المفروض اعمل ايقاف ليه، ان انا اعمل ايه حضراتكم؟ اعمل كليك يمين على كده واختار ديسيبل، يبقى كده اتحول لديسيبل، يعني من الكمبيوتر بيجي يشتغل البرنامج ده مش هيشتغل تلقائيا. او لو حبيته يخليه يشتغل حضراتكم يبقى اعمل كليك يمين تاني عليه كده واختار انيبل، انيبل يعني هيشتغل تلقائيا في كل مره اشغل فيه الكمبيوتر. التبويب يوزرز
دي بورينا حضراتكم اسماء المستخدمين اللي شغالين حاليا على الكمبيوتر. ففي مستخدم هنا اسمه احمد فكري، ده اللي شغال حاليا على الكمبيوتر. التويب ديتيلز دي فيه حضراتكم كل المعلومات الكامله الخاصه بالبرامج المستخدمه حاليا. التويب سيرفيسز ده بيه الخدمات المستخدمه في نظام التشغيل، يعني اي خدمه انا مش عايزها ممكن اعمل لها ايه ستارت او ستوب. طبعا لو ما عندوش خبره في هذا الموضوع المفروض يسيب كل حاجه زي ما هي ما يلعبش عندها. التبويب المهم جدا حضراتكم احنا بنستخدمه غالبا اللي هو التبويب اسمه بروسيسز، ده بيظهر لي اسماء البرامج الشغاله حاليا. طيب افترض انه برنامج من هذه البرامج عمل هانك، يعني ايه مثلا؟ يعني افترض مثلا دلوقتي انا شغال على برنامج الاكسل والبرنامج ده عمل هانك، يعني ايه عمل هانك؟ يتوقف عن العمل. يعني ايه توقف عن العمل؟ ان الماوس مش شغال فيه والكيبورد مش شغاله وغير مستجيب. طب انا عايز اقفل البرنامج ده مثلا مش قادر اقفله عشان هو غير مستجيب متوقف عن العمل. طب عشان اقفله اجباري اعمل ايه؟ اشغل التاسك مانجر حضراتكم واجي على هذا البرنامج اعلم عليه الاكسل واجي اضغط على اند تاسك. اند تاسك يعني انهاء المهمه. في هذه الحاله هيقفل البرنامج اجباريا، يعني يجبره على التوقف، يعني هيقفله بالعافيه. اقول اند تاسك الاقي برنامج الاكسل ايه اتقفل ما قعدش في البرنامج. لو انا عايز اقفل ادوب تريدر اعلم على كده واقول له اند تاسك. طيب برنامج مثلا مايكروسوفت ايدج ممكن اعمل عليه كليك يمين بره حضراتكم واختار امر اند تاسك، يبقى هيقفل هذا البرنامج بالقوه. يعني ايه بالقوه؟ انا مش قادر اقفله عمل هانج. في الحاله دي اشغل التاسك مانجر واجي اقول له ايه اند تاسك. دي مهمه جدا حضراتكم استخدامات التاسك مانجر اللي هو اغلاق البرنامج الغير مستجيب. يبقى هرجع بسرعه حضراتكم على وظائف التاسك مانجر. التاسك مانجر حضراتكم او مدير المهام ده بيراقب لي كل التطبيقات والعمليات اللي بيقوم بها ايه الكمبيوتر، وبرضه بيمكنني ان انا اقفل او اغلق اي برنامج او اي عمليه. وبرضه التاسك مانجر حضراتكم بيوفر لي معلومات مفصله حول اداء جهاز الكمبيوتر والعمليات اللي بيقوم بها المعالج ومقدار استخدام وحده المعالجه المركزيه. وبرضه بيوضح لحضراتكم نشاط الشبكة وخدمات النظام. وبرضه من وظائف مدير المهام بيوريني مواصفات الكمبيوتر بتاعي زي المعالج كام والذاكرة والقرص الصلب سواء كان هذا القرص SSD أو HDD، وكمان بيوريني مواصفات الشبكة والواي فاي وكارت الشاشة. دي أهم وظائف التاسك مانجر. بحضراتكم في هذا الفيديو شرحنا تفصيلا كيفية تشغيل التاسك مانجر والوظائف الخاصة بالتاسك مانجر. أتمنى أن يكون الشرح واضح ومفهوم. نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.